السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم نكمل في سلسلة دروس البكالوريا لكن المراجعة لشعبتي الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية. اليوم درسنا راح يكون حول how to express concession، التعبير عن جملة مضادة لجملة، التعبير عن جملة مخالفة لجملة ولا مضادة لجملة. عندنا مجموعة من الأدوات لنستعملوهم. عندنا however، though، although، in spite of the fact that، despite of the fact that، in spite of، despite of. هذو كامل نعبروا عليهم، نعبروا بال باستعمالهم نعبروا على الكنسيشن اللي هو التعبير عن جملة ضد جملة ولا جملة تخالف جملة، لكن الاستعمال يختلف. كيف نستعملوهم؟ هيا نكتشفوا مع بعضنا. عندنا though، although، however، in spite of the fact that، despite of the fact that. هذو نستعملوهم استعمال مخالف. هنا however هذه بركة عندها وين تحطوها عكس هذو تماما. عندنا though the Islamic civilization was highly developed it collapsed، معناته though حطيناها في الأول. the Islamic civilization المعنى الجملة نشرح لكم بعد نفوتوا للتركيبة. though the Islamic civilization was highly developed، على الرغم، على الرغم، هذه على الرغم، though تسمى هذو كامل على الرغم، على الرغم من أن الحضارة الإسلامية كانت جد متطورة. was highly، highly معناته جد، was highly developed معناته متطورة. it collapsed لكنها سقطت. it collapsed، it هذه ترجع إلى Islamic civilization، تعود على الحضارة الإسلامية سقطت. راح تشوفوا أنتم التحليل تاعي بسيط. though في الأول حطيناها من وراء subject، تقول لي عليه كاملة هذه the Islamic civilization لأنه جات قبل الفعل. الحاجة اللي تجي قبل الفعل عرفها ديركت باللي حتى ولو كانت تكون طويلة ومن adjective وناون تعرفها باللي هي فاعل ولا مبتدأ. was developed عنا الفعل هذا subject plus verb plus object. هنا الobject بعد الفعل لا ما كانش، تسمى هذه نقدر نستغنيه عليها، بصح في جمل أخرى تلقاه من وراها. it collapsed، it هذا حتى هو subject يعود على الحضارة الإسلامية، collapsed فعل معناته subject verb object هاو ما كانش، بصح في جمل أخرى تقدروا. هنا هذو كامل تقدروا تستعملوهم نفس الاستعمال تاع ذاو، غير however. however هذه هذم كل ذاو، although، in spite the fact that، despite the fact that، تقدروا تحطوهم في الأول وتخدموا نفس الخدمة اللي خدمتها هنا. تقدروا تقولوا despite the fact that the Islamic civilization was highly developed it collapsed، بصح هنا هذه however عندها استعمال ومكان آخر، هنا تحطها في الوسط بين الجملتين. ما تقدرش تقول however the Islamic civilization was highly developed it collapsed، ديرها في النص. the Islamic civilization was highly developed however it collapsed، فاصلة منقوطة، فاصلة وتحط الواحد، معناته however هذه تحطها هنا وتحط فاصلة منقوطة اللي فوقها النقطة في الأول ومن وراها فاصلة وتكمل it collapsed. إن شاء الله تكونوا فهمتوا برك. ونفس تركيب الجملة، معناته subject verb object plus however plus subject verb object، هذا الاستعمال تاعهم لي باين. نروحوا واش بقى لنا، بقاتنا despite و in spite of. despite of ولا in spite of، هذا نعطيك مثال. despite of the highly development of the Islamic civilization it collapsed، قالك على الرغم من التطور الكبير للحضارة الإسلامية لكنها سقطت. هنا الجملة تاعنا في الأصل كيف كانت بذاو، ذاو the Islamic civilization was highly developed it collapsed. وش درت أنا؟ despite of the development، من جبت development؟ من الverb developed هذا اللي عندنا هنا، اللي عندنا هذا developed، هزيته وقلبته noun كما تشوفوا. despite of the development of، the development of نساو على highly، هذه نقدر نستغنيو عليها بس حطيتها لأنه بين الأفعال. despite of the، تحط the development عنا noun هذا verb ولا noun، of the Islamic civilization هزيت هذا subject حطيته من وراء الفعل اللي درته noun، معناته عندكم الفعل هذا developed، developed تحولوه noun development of the Islamic civilization فاصلة it collapsed. كيف تخدم هذه despite of ولا in spite of؟ معناته despite of plus noun فاصلة subject verb، ولكن عندك rest of the sentence حطها.
راك معايا ديسبايت اوف ولا ان سبايت اوف؟ هنا ذاو راحت لانه تعوضت ديسبايت اوف. The Islamic civilization ساو عليها. احنا نروحوا للفيرب ديريكت، خدمتنا مع الفيرب. وش قلبناه؟ قلبناه ناون. كيف قلبناه ناون؟ عندنا the despite of the. هنا جبت highly هذه لانه استخدمناها في جملة of the highly development. هنا حولنا الفعل developed development. دوك تقولي لي عليه حيتي was. was هنا او كان في الباسيف فويس برك، تسمى في المبني للمجهول. هذا ما عنده حتى معنى لانه الفعل هو developed، الاصل تلفيه developed سوري، الفعل هو هذا في الاصل. حطيناه noun despite of the development، درنا noun تاعو وحطينا of. نقدروش نقوله despite the development the Islamic civilization، معنى غير سوي. despite of the highly development of the Islamic civilization it collapsed، معناته despite of ولا in spite of من وراها ديما noun، مش كيما الاخرين subject verb object. معناته هذه despite of تحط قدامها اسم، والاخرين تحط قدامها فاعل فعل مفعول به فاصلة فاعل فعل مفعول به. نعطيكم مثال اخر تفهموا به بيان. in spite of ولا despite of قدامها gerund، تقدر تكتب noun ولا تكتب gerund. وش نقصدو بgerund؟ قلنا noun اسم ولا شبه جملة اسمية. هنا عندنا جملة the artist is a creative man فاصلة منقوطة he has limited resources in spite of، ونهو الفعل تاعنا احنا راح نخدمه بيه. عندنا has limited resources، قال لك هذا هذا فنان محترف ولا مبدع، لكن شغل فاصلة منقوطة هذيك، لكن لديه امكانيات محدودة. in spite of على الرغم، تسمى نقوله على الرغم من إمكانياته المحدودة، إلى أنه فنان مبدع. in spite of حطيناها، جبنا هذا الفعل has، حطوا الجيرند تاعو، معناته have plus ing. وش معناته جيرند؟ فعل ونزيدوا له ing تاعو. in spite of having limited resources على الرغم من إمكانياته المحدودة of having. The artist is a creative man. ما نقدروش نقولو in spite of have ولا noun تاع have معناش. In spite of having ساعات افعال ما تقدرش تحولها الاسم، تحولها الجيرند فعل plus ing. In spite of having limited resources the artist is a creative man، على الرغم من امكانياته المحدودة الى انه مبدع، وحطينا فاصلة. In spite الفعل هذا اللي هزيتوه هنا حطيتوه للING، حولناه للانفينيتيف تاعو الفعل غير مصرف، مصرف لأنه هنا هاز هذا في البريزنت سيمبل، حولناه الفعل غير مصرف زدنا له الING وكملنا الجملة تاعنا فاصلة. عنا دوك نعطيك أمثلة. يجيك في الباك يقول لك ريرايت سنتنس بي، اكتب الجملة بي على شكلة الأ، عطيك الأ والبي. although many things invented in the past we are now relying upon pure technology، حطينك in spite of. وش قلنا in spite of ولا despite of؟ plus noun ولا plus gerund؟ gerund verb plus ing. نروحوا للجملة تاعنا. although many things invented in the past we are now relying upon pure technology، معناته على الرغم من أن أشياء كثيرة اخترعناها في الماضي، لكننا الآن نعتمد على التكنولوجيا بشكل شغل مطلق. in spite of نحوسوا على الverb. although هذه عنا معناته على الرغم. many things هذه وش نعتبروها؟ عنا invented الفعل، ما قبل الفعل يجي الفاعل. in the past هذا adverb of time ولا indicator of time، معناته هذا ظرف زمان يحدد لنا الوقت الماضي. we فاصلة subject are now relying، معناته هنا هذا الفعل. upon هذا preposition. pure technology هذا الobject، معناته هذا subject الفاعل، الفعل المفعول به. الجملة تاعنا مستوفية الشروط. عنا although many things invented، نروحو direct للverb، direct للverb ما تلتاوش invented، ونمصرفة مصرفينها في الماضي، معناته راح نحولو هذا noun، نستخدمه غير الاسم احنا. in spite of وش قلت لكم the، ديما the تحطوه، عندنا الفعل نحولوه noun. in spite of what is the noun of invent،
its invention. In spite of the invention of هاي اللي كم جملة اللي درناها بقيلاتك of the development of الفيرب هنا درنا the development الفيرب حولنا هنا ون of وحطينا subject تاعنا هنا الوراء نفس الشيء نخدمه هنا in spite of the invention of ونرجعوا للسبجكت many things in the past in spite of the invention of many things in the past رجعنا in spite of the invention of many things in the past فاصلة we are now relying upon technology نروحوا للجملة الثانية Andalusia fell in 1492 عنا Andalusia fell in 1492. However, some Muslims remained there. عنا الأندلس سقطت في 1492. لكن العديد من المسلمين عندي على الرغم من أن الأندلس سقطت في 1492. لكن بعض المسلمين بقوا there. بقوا هنالك. عنا despite of. نروح نديرو تحليل صغير للجملة. Andalusia fell in 1492. الأندلس سقطت في 1492. المسلمين بقوا ذار. وش هنقوله؟ على الرغم من سقوط الأندلس في 1492. المسلمين بقوا ذار. however هذه يتروح. كما although. يعني راح نعوضها despite of. هاي however. كما قلت لكم الاستعمال تاعها فاصلة منقوطة فاصلة. هنا despite of. نروحوا للجملة تانا نحوسوا على الفيرب. الأول هذه فاعل من وراه الفعل الفعل هذا في الباست علاه في الباست لأنه عنا 1492 ما نقدروش نستعملوا البريزون سقطت في الماضي despite of وش نقوله نزيدو the اللي قلنا عليها despite of the هنا noun تاع fall fall سقوط despite of the fall of نرجعوا لماذا نرجعوا للسبجكت تاعنا despite of the fall of Andalusia in 1492 على الرغم كما هذه بعد in spite of the invention of many things رجعنا many things subject تاعنا كما هذه despite of the fall of Andalusia in 1492 كما هذه رجعنا لها in the past نحيو هذه علينا فاصلة some Muslims remain there نروحوا للجملة الثالثة تاعنا he worked a lot but he earns a small salary معناته يعمل كثيرا لكنه يتحصل ولا يكتسب مال قليل ولا خلاص قليل هنا despite of he worked a lot but he earns a small salary على الرغم من عمله الكثير لكنه يجني القليل راح نقوله despite وانه subject هذا هي الverb worked a lot خلينا من subject وش عنا الفعل despite of the work or of his work a lot ما نقدروش نقوله the work نقوله his هنا هي despite of his work a lot ولا نقوله despite of working ing تقدر تزيد هنا ing despite of working a lot فاصلة he earns a small salary هذه بات تتنحى despite of his working ولا working a lot he earns a small salary هنا ما نقدروش نقوله the work او عنا he worked عنا الهي نقدر نقوله his work هاي الإجابة تاعنا إن شاء الله تكونوا فهمتوا in spite of the invention of many new things in the past we are relying despite of the fall of Andalusia ديما تحطوا الفعل هذاك تحولوه noun ومن بعد تحطوا of ومن بعد ترجعوا للسبجكت تاعكم وتكملوا الجملة he worked a lot despite of his working or despite of his work ولا despite of working نقدر نقوله despite of his working ولا نقدر نقوله despite of working ولا despite of his work نحوله الناون هذا a lot he earns a small salary إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس وحوسوا في الانترنت على تمارين ولا كان حابين ندير لكم فيديوهات ممكن فيديوهات على هذا الدرس باش تفهموا مليح خليوا لي دي كومنتار وباي باي